صرح مسؤول في البرلمان الصيني أنه من المقرر أن تفرض الصين تشريعاً جديداً للأمن القومي على هونغ كونغ بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي، بينما يخشى سكان هونغ كونغ أن يفقدوا الحكم الذاتي للإقليم جراء ذلك، مما دعا النشطاء إلى إطلاق دعوات لمسيرات جديدة. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة في غضون 6 أشهر، هذا وتضم الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية بين الدول الأعضاء 35 دولة، حيث تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2002 لزيادة الثقة بين التحالف العسكري الروسي والغربي الذي نشأ خلال الحرب الباردة، وقد اتهمت إدارة ترامب روسيا بانتهاك الاتفاق مراراً. قامت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا ببيع 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لفيروس كورونا للحكومة الأمريكية مقابل $1.2 مليار، وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن 24% من الأمريكيين غير مهتمين بأخذ اللقاح ضد الفيروس. تم نقل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف جواً إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا. جدير بالذكر أن قاديروف يلقى انتقادات واسعة ضد نظام حكمه بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها. انتعش نشاط الأعمال في أوروبا قليلاً خلال شهر مايو الجاري، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في الشهر السابق، وارتفع مؤشر IHS ماركت للنشاط الاقتصادي إلى 30.5 بعد أن كان 13.6 في أبريل الماضي، وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد الألماني كان أقل تضرراً بين نظرائه في أوروبا. أعلنت منظمة أوكسفام التي تعد واحدة من أكبر وكالات تقديم المساعدات الإنسانية في العالم عن تعليق أنشطتها في 18 دولة، إضافة إلى تسريح حوالي 1500 موظف من العاملين لديها، حيث تعمل المنظمة حالياً في أكثر من 60 دولة بشكل مباشر. هذا وقد تم إغلاق العديد من متاجر أوكسفام الخيرية أثناء الوباء، ما أثر على عائداتها.